محاولة هذه خطيرة، ثلاثة ضد أربعة ممكن تعمل في المرمى، والتسديدة هدف أول. جول سعودي بإذن الله للي ينتظره مستقبل أبهر. شوف شوف شوف، صحيح غلطت الحارس، تسديدة من الغامدي، هدف رابع شخصي لعبد الرحمن الفنان، هدف أول سعودي في المرمى البحريني. أوه، هذا تسديدة أولى من الهداف وماكينة الأهداف السعودية القادمة. عبد الرحمن الغامدي لاعب الاتحاد السعودي يضيف هدف رابع شخصي له في هذه البطولة وهدف أول له. عيني عليك يا تحمد، حلوين يا أبو داحم، هدف أول. شوف التمريرة من المولد، جملة أيضا فنية، تناقل كرات قصيرة ما بين المولد وأيضا النجراني، وفي النهاية عبد الرحمن الغامدي. العبسي عبد الفتاح عسيري، دخول لقلب الدفاع، التمرير للأمام، الخطر ممكن، كما ذكرنا بانتظار زميلي فهد الدرايب وبقيه الكباتن المحللين زكي الصالح يوسف الغريب.